تمام. اوكي في ناس بقى بتعمل دايت في الشتاء، تعمل ايه؟ تشيل النشويات او تقلل النشويات جدا، تيجي بالليل هتموت على طاقه وحاجه تخليها تنام مبسوطه، عايزه تنام. عايزه تبقى، ما هو السكر بينيم على فكره، لكن لما تاخدي السكر نفسيتك بتهدى، بترتاحي، فبتخشي بقى في سريرك في لحافك وتنامي. فهي الفكره ان حضرتك ما ينفعش تمنعي اكل، بالعكس حضرتك لازم تنظمي الاكل في شكل سناكس عاليه البروتين والالياف طول النهار. اللي بننساه في الشتاء جدا الميه، لان انا لما بشرب ميه بقعد في الحمام طول عايزين النهار، ميه ونبقى. مفيش عرق، مفيش. فبالنسبه لي بيبقى انا عدوه الميه، لا مش هشرب وبنسى خالص، لان انا ما بعطش، ودي حاجه بتخليني عندي شوجر كريفنج، او انا هموت على سكر وانا مش عارفه ان انا عطشانه. ايه اللي بعمله تاني؟ ببطل رياضه لاني سقعانه، انا عايزه اقعد في البيت محدش الرياضه يكلمني. بتدفع طبعا الرياضه بتعدل المزاج، الرياضه بتقلل الاكل العاطفي. ففي عادات احنا بنعتادها في الشتاء بتغير سلوكنا، بتخلينا نزيد في الشتاء، لكن الشتاء بريء. طيب الشتاء بريء، طب بمناسبة الحرق أنا عايزة أسألها سؤال سؤال. اتفضل. طب لنفترض إن الشتاء بريء، اه إيه الحاجات اللي في الشتاء نبعد عنها؟ ما ناكلهاش. بصي سواء بقى بريء أو مذنب ممنوع، مثلا البطاطا. البطاطا جميلة ازاي؟ ليه ممنوع؟ مصر كلها بتاكل البطاطا بالبشاميل. لا مش بالبشاميل. أنا واحدة منهم. يعني كليها البطاطا أصلا لما كلها زي أختك من غير بشاميل. يا أستاذة مفيدة، حاجة ربنا سبحانه وتعالى بحكمته خالقها، نمنعها ليه يا فندم؟ حضرتك ليه عايزة تمنعيها؟ ليه كلمة الممنوع؟ ما هو أنت بنتخن مش بنوع الأكل بكميته. يعني لو حضرتك كلتي بطاطاية، لا بطاطاية سخنة، ما هو ثلاثة قصاد إن حضرتك بتاخدي خضار وفاكهة طول النهار قد إيه؟ ما هي بقى دي حضرتك دلوقتي قعدتي طول النهار جعانة، فلقيتي البطاطا قدامك، رحتي ماسكاها وفتحاها وحاطه فيها المكسرات او زبده فول السوداني او واتيفر بقى اللي حضرتك هتحطيه، وما قدرتيش تاكلي واحده بس، كلتي اتنين، كلتي تلاته، كلتي اربعه، يبقى مشكلتك مش في البطاطا، مشكلتك انك جوعتي نفسك طول النهار. فاهمه حضرتك قصدي ايه؟ اي حاجه نقدر ناكلها، الممنوع اللي مصنعه الانسان. مش هنقول عليه كمان ممنوع، هنقول هنقننه، يعني اي حاجه الانسان لاعب فيها كده قننيها. لكن البطاطا حطيتيها في الفرن اتشوت، حطيتي مكسرات، المكسرات دي بتقلل الاكتئاب، بتقلل الكورتيزول والتوتر. مسموح لي بس اشوف انا ابقى دارسه انا اكلت قد ايه خضار وفاكهه فوق. اعملي خطه يا استاذه مفيده، واضح ان حضرتك بتخافي من الاكل. اعملي خطه يوميه انا هاكل ايه بناء على الكميه المناسبه لحضرتك، يعني لازم تبقي عارفه. طب الشتاء مش بريء من زياده انواع الفيروسات ودورات البرد؟ مش دور واحد، اكتر من دور برد بيجي لنا في الشتاء. اذا احنا عايزين مناعه تعلى في الشتاء. تمام. ايه الاكلات، ولا هل في اصلا اكلات بتزود المناعه، وهل في اكلات فعلا بتزود الحرق وبتنقص المناعه؟ الحرق والمناعه آه. موضوعين مختلفين. نمسك المناعه اولا، كده كده العدوى هتحصل لحضرتك. يا ست واصله لنا دي؟ يعني احنا لو اتعدينا. ايوه بس لو مناعتي كويسه. ايوه رد فعل الجسم بقى للعدوى هو ده اللي بيفرق على حسب مناعه حضرتك، صح كده؟ طب يعني ايه مناعه؟ دي مجموعه انسجه وخلايا وبروتينات، بتحتاج من حضرتك تاكلي اكل متوازن. عملتي دايت في الشتاء مناعتك قلت. يعني ايه دايت؟ دايت قاسي اكستريم، مناعتي حاجات المفروض مصادر لفيتامينات ومعادن المفروض بتعلي لك المناعه، حلو كده؟ تاني حاجه مهمه جدا، ما عملتيش رياضه فعليتي الالتهابات، الدلالات بتاعت الالتهابات في جسمك، فبقيتي عرضه اكتر لايه؟ للفيروسات، والقدره بتاعت الفيروسات ان هي تقضي عليكي. الحاجه الثالثه المهمه جدا، ان حضرتك دي هايدريتد، عندك جفاف، ما بتشربيش ميه. عدم شرب الميه بيخلي الفيروس. افكر نفسي زي دكتور في الشتاء انا اشرب ميه. ارتباط شرطي، ده حاجه نفسيه بقى، يعني انا حاجه بعملها بشكل تعددي طول النهار اربط بيها الميه، زي مثلا الصلاه، زي سماع الاذان، زي الاكل نفسه، لو انا عددت وكلت اربع وجبات في اليوم اشرب معاهم من كوبايه لكوبايتين ميه. يا سلام بقى لو معاها شرايح ليمون حطيت فيها جنزبيل. كل مره إرفة. بيقولوا ان الميه دي كل يوم كل يوم لما نيجي نشربها، انا عملتها مره ليمون والجنزبيل وكده، بتلهب المعده. لو عندك استعداد لده تمام؟ يعني انا بقول لك مش مرحب مصرح آه. لو حضرتك عندك استعداد عشان الناس مش مصرح، يعني مش شرط مش حاجه حلوه ان انا طول كل يوم اقلب طعم ميتي للليمون وللزنجبيل. مش هيبقى طعم الميه كله، حضرتك المفروض تاخدي مينيمم 2 لتر في اليوم، تمام؟ حضرتك لو خدتي نص لتر منهم حطيتي فيه شرايح ليمون وشرايح جنزبيل وحطيتي قرفه. كمان في ناس عشان بس موضوع التهاب المعده بيحطوا فلفل حراق، على فكره دي ديتوكس للمناعه، ده ديتوكس للمناعه.